إذا مشاهدي شوف تي في كنتواجدو هنايا عند مجموعة ديال الهواة ديال هاد اللعبة ديال الشطرنج. كما كتشوفوا هذا مسابقة أولى من نوعها بمدينة وجدة لحضور رئيس العصبة تاع الشطرنج. مجموعة تاع الشباب يعني كما كتشوفوا هواة هاد اللعبة. غادي نتعرفوا على هاد اللعبة أكثر إن شاء الله. خويا السلام عليكم. تفضل الميكرو. شكرا. قرب الميكرو. شرفنا بالاسم ديالك. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم ديالي محمد محمد، انا طبيب مقيم في المستشفى الجامعي محمد السادس. كما كتعرفوا لعبه وعندي هوايه كنلعب الشطرنج. ومام كما كتعرفوا لعبه الشطرنج هي لعبه معروفه عالميا، والحمد لله كتلقى اقبال كبير من طرف لا الشباب لا الاطفال لا الناس الكبار كذلك. هذه المبادره الحمد لله لقات نجاح زوين، لا من ناحيه تاع التنظيم، لا من ناحيه تاع الماتيريال، لا من ناحيه تاع الصحافه. الحمد لله كنبغي نشكروا اللجنه المنظمه وسيرتو مع الحضور تاع الحكم الدولي الاسلامي وبعض الابطال المعروفين كمروان فيلالي اللي هو بطل المغرب سابقا، بالاضافه الى مجموعه من اللاعبين الجيدين في المستوى. بالنسبه لهذه اللعبه هذه واش اي واحد يقدر يتعلم هذا؟ ما قدرت تفهمنا شنو بطبيعه الحال اي واحد يقدر يتعلم لعبه الشطرنج. اول حاجه اللاعب خصو يتعلم لي بياس، لي نون تاع لي بياس، الاسماء تاع القطع. هادو نعم هادو اللي كيتسموا البيادق. هادو البيادق كيكون في السطر الاول، كاين في السطر العسكر. نعم العسكر هما العسكر. في السطر الثاني كاين القطاع. القطاع كاين هادو سميتهم لي تور ولا القلعه، كاين زوج. كاين الحصان كافالي كاين زوج. كاين الفيل لو فو كاين زوج. كاين الملك وكاين الملكه. الملك هو اللي جينيرالمون هو اللي طالع عليه الفيلم. لا لا مشى كتخسر، واخا يبقى لك جميع القطاع، لا مشى الملك صافي كتخسر المباراه. المباراة كيكون فيها الأبيض والأسود، دائما اللاعب الأبيض هو اللي كيبدا المباراة. الافتتاحيات المعروفة سواء كيلعب هذه الديكات ولا لعب أوكات، هادو من الافتتاحيات اللي معروفة. أبخي كيبقى وهاد القضية تاع الأبيض والأسود كديروا واش تختاروها؟ واش دير شي قرعة؟ جينيرالمون كاين واحد اللوجيسيال هو اللي كينظم لنا واش تلعب بالأبيض ولا تلعب باللون الأسود. هاد الشيء اللي كاين، اللوجيسيال هو اللي كينظم. مي اون غرو كيكون ان بيتي افونتاج للابيض، حيتاش الابيض زعما هو اللي يدير النقله الاولى. مي جينيرالمون البوزيسيون هو الهجوم. نعم هو الهجوم صافي. بالنسبه لي هكا يعني اي واحد يقدر ودابا شحال المباراه ديال الشطرنج شحال كيكون فيها ديال الوقت؟ حيت انا كيبان لي نعم كاين مجموعه من لي تيب نتاع لي جو اللي نقدروا نلعبوا. قديما كان الجول كلاسيك، الجول كلاسيك كيكون الوقت بزاف، الوغ هذا الشيء تقريبا بقى ينقرض في انه كياخذ الوقت بزاف، كان ياخذ ايام. دابا بقى لو كلاسيك دابا هو انه كيكون الوقت بزاف مي ماشي بايام، يعني الوغ كيكون ساعه ونص. المباراه تقدر تكون حتى لخمسه السوايع. هاد لو جو اللي رانا لاعبينو كيتسمى البليتس ولا الرابيد، كيكون الوقت كيكون بلوز موا ضيق باش ما ناخذوش الوقت بزاف وباش كتسال التورنوا. قال عندنا هنا خمس دقائق زائد ثلاث ثواني، كما كتشوف هنايا خمس دقائق زائد ثلاث ثواني لكل لاعب. الا طاح لك الوقت كتخسر، يعني سواء كتخسر في اللعب لاعبا كيموت لك لو غوا، ولا كتخسر بالوقت كيطيح لك الوقت كتسمى خسر المباراه ولا ربح المباراه عاود بطريقه عكسيه. شنو الرساله اللي بغيت توجهها للشباب مدينة وجدة خصوصا، والرسالة للشباب اون جينيرال يعني في هذا الرسالة اللي كنبغي نوجهها ان الشباب يقراو، سيرتو يقراو قرايتهم يكونسونطراو عليها.
وضروري يكون عندهم هوايات لحقاش ما يمكنش تقرا خصك ضروري ان اسباس دو ديفولمو باش ديفولو بحال لعبه الشطرنج. انا كنشجع زعما الشباب والاطفال باش يتعلموا لعبه الشطرنج كهوايه بالاضافه الى المطالعه والرياضه وفي اننا في زمن كورونا كان نتمنى الشباب الكبار الاطفال سيرتو الشباب والكبار يلتزموا بال داكشي اللي كتقول لنا بالنسبه نتا يا طبيب ما كاينش في الجامعي. نعم درت الفاكسان ولا مازال جينيرال مولي فاكسان بداو ب 40 سنه الفوق ما درتش الفاكسان مي دوزت كورونا دازت فيا خصني خصني ندير غير لي سيرولوجي نشوف واش اكتسبت مناعه ولا ما اكتسبتش مناعه. كنستنى واحد لابيريود باش ان شاء الله ندير لي سيرولوجي. هي ضروري خصك تكتسب مناعه باش دير الفاكسان؟ لا الا اكتسبت مناعه بحالك ديجا فاكسيني. ديجا الفاكسان هو بحال فيروس مخفف كاين مجموعة من الانواع تاع لي فاكسان ما بيناتهم انه فيروس مخفف اللي كيحفز المناعه خاص كاين بعض انواع الفيروسات ولي بكتيريا اللي كيكونوا اسرع من المناعه سو كيفاش خصنا نديروا لهم بحال هذا الفاكسان المناعه كتاجي روتار الوغ كنديروا هذا الفاكسان باش كنحفزوا المناعه ديالنا باش لا بروشان فوا الا جاك داك الفيروس ديجا كتكون عندك واحد الذاكره مناعتيه. فهمت يعني دابا مثلا الناس اللي جاهم فيروس وربما مناعه يعني يقدر ما يديرش اللقاح ماشي مشكل. هاد النقطة فيها نقاشات تاهية يعني كاين لحقاش اكتشفوا انه كاين شي ناس اللي دازت فيهم كورونا وابخي عاودوا ديفلوبوا كورونا اون اوتر فوا يعني هاد الفيروس ما معروف جيدا فهمت مي جينيرال مول كيكتسب المناعة لشي حاجة كيكون الحمد لله يعني كيكون منه كيكون منه بيان سور. كيف غالب الاحيان غادي يدير الفاكسين؟ ما عرفتش نشوفه على حسب ان شاء الله. الله يا ودي الا كانت بيان سور ولا الجلاله نتاع الملك محمد السادس دار الفاكسان هو اللي بداها بيان سور. حنا الا كانت شي حاجه غادي نديروا الفاكسان البونس بداو ب 40 عام الفوق مي الا كانت شي حاجه الله يا ودي ان شاء الله. شكرا جزيلا. مرحبا الله يا ودي. اجينا اذا غادي نتجهوا يعني المنظم ديال هذا الاخر. اجيني خويا من هنا الاسم ديالك وهناك تهضرنا شويه على الفكره ديال هذه المسابقه ديال طبعا المريمي اسامه مهندس دوله في الاعلاميات حاليا نشتغل مكون بالتكوين المهني. كما شفتوا هاد الدوري يتعلق بلعبه الشطرنج. الفكره اللي جاتني بان ديجا انايا مولوع بهذه اللعبه هذه. درت بعض البحوثات من ناحيه نتاع مدينه وجده جبرت بان المساله محدوده جدا 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 الى ما كناش من قارضه فهمت. ومعلم ان هذه اللعبه هذه راه واحد اللعبه اللي عالميه واحد الهوايه اللي خص اي واحد دابا خص يكون يتمتع بها وكذا هذه ويكون يمارسها. فجاتني الفكره انني ننظم واحد البطوله مصغره على مستوى وجده وتكون عندي واحد فكره كاستطلاع الراي لمعرفه يعني عدد المتشاركين ولا العشاق هذه اللعبه هذه. والحمد لله زعما راه لقات واحد الاقبال كبير جدا 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 جدا. راه الاعداد اللي كتصل بيا والناس راه عدد لا يستهان به. غير حنايا قلت لك كم ان عدد المتشاركين اضطرينا اننا نحصروهم في واحد 30 32 34 متباري من اجل باش نبقاو في احترام في كل ما يتعلق بالصحه نتاع المتبارين من ناحيه نتاع لان الطاولات خص يكون واحد المساله نتاع التباعد بيناتهم مترين وتحافظ على النسبه نتاع الحاضرين بهذا المقهى. بالنسبه لك هنايا شكون من الناس اللي حاضرين معاكم يعني مسؤولين على هذا او القطاع الوصي كما كنقول هذه اللعبه والجامعه؟ لا الجامعه راه كما قلت لك الجامعه راه حاليا كتعيش واحد الازمه. المهم انا غير مؤهل باش ندخل في هاد الحيتيات نتاع هاد الاشكاليه هذه. ربما السي السلامي هو اللي يقدر يعطيك معلومات اكثر على ما يعانيه الشطرنج في هاد لعبه الشطرنج من على المستوى الوطني ماشي على المستوى الجهوي. انا اللي كان المنطلق ديالي هو ان غير من ناحيه نتاع المستوى الاقليمي بصفه خاصه ومستوى الجهوي بصفه عامه ولا ان كاين واحد الركود. والمساله سهله يعني انك يكفي انك تبحث ما غاديش تلاقى لن تجد اذانا صاغيه فيما يتعلق بهذا الشطرنج.
فهاد المبادره اللي خديتها فهي اول مبادره ان شاء الله بحولي، وغيتكون هناك مبادرات اخرى وتكون وغادي نرفعوا عدد المتبارين من ناحيه تاع مدينه وجده، ولما لا ان شاء الله بحوله تكون على المستوى الجهوي. صافي شكرا. ممكن نمشيو نهضروا معنا، وربما اخر كلمه اللي نقدر نوجهها الجميع اللي كيشاهدونا ما في هذه اللحظه هذه، بان احنا يا راه الاشاره لجميع الشباب وجميع اي واحد بغى ينخرط معنا ولا مرحبا والف مرحبا، وراه الاشاره يتصلوا بيا باش نشوفوا عدد المشاركين وعدد اللي بغيو يشاركوا معنا في هذه اللعبه، ولا راني راه الاشاره والكونتاكت ديالي مرحبا، ربما توسع المساله ان شاء الله، وهذا هو الغرض ديالنا. الغرض ديالنا ان هذه الفكره نتاع الشطرنج توسع على تدخل كل دار ونعرفوا بها لجميع الفئات، ولا وهذه اللعبه هذه كما قال الاخ سابقا انها حتى الدراري الصغار، فماشي محتكر على الشباب، بالعكس ان اللعبه كتجي كهوايه من الصغر. صافي شكرا. شكرا. السلام عليكم مرة أخرى. عاود الحضور ديالي كان بصراحة يعني اسم ديالك والصفة ديالك. زهير سلامي، رئيس العصبة الجهوية الشرقية منتهية ولاياته، لاعب دولي سابق، حكم دولي، مدرب دولي، ورئيس جمعية هواة الشطرنج بوجدة، وهي من أعرق الجمعيات في المغرب. الحضور ديالي كان يعني في هذا اللقاء بالصدفة، لأن المبادرة أخذها السي أسامة، وكانت بالنسبة لنا يعني مفاجأة سارة، لأن يعني هو في الحقيقة ما معروفش في المجال ديال الشطرنج، الأول مرة نتعرفوا عليه، وكان يعني التنظيم ديال هذا اللقاء في مستوى يعني مستوى عالي بالمقارنة مع ما نعرفه حنايا في المجال ديالنا. كما سبق السي أسامة أن قال يعني الجامعة الملكية المغربية للشطرنج تعرف يعني ركود من بداية سنة 2017 لم تنظم أي لقاء رسمي، بالمقابل كانت مجموعة ديال الدوريات ومهرجانات تنظمت من طرف الجمعيات مهتمة برياضة الشطرنج. هناك اهتمام وزارة التربية الوطنية برياضة الشطرنج، ونظمت في هذا الإطار السنة الماضية أول بطولة وطنية عن بعد. الجامعة غائبة أوت من بداية سنة 2017. الآن احنا نتعاونوا مع وزارة التربية الوطنية في تنظيم لقاءات عن بعد، ونتمنى إن شاء الله هذا الاهتمام ديال وزارة التربية الوطنية من بعد ما تزول إن شاء الله هذا الجائحة يكون اهتمام على مستوى الأكاديميات والمديريات الإقليمية. وأشكر مرة أخرى السي أسامة على المبادرة يعني في مستوى عالي، وأتمنى من أن يهتم بهذه الرياضة الفكرية المسؤولون. ومرة أخرى أشكر الإخوان في اللي تكلفوا بنشر هذا يعني اللايف من هذا اللقاء هذا الممتع. شكرا.